احنا عرفنا ايه البرنسبل بتاع الالترا ساوند، لان انا عندي بيزو الكتريك كريستالز موجوده في البروب بتخرج لي ويفز. الويفز ديت على حسب الابزوربشن بتاعها بنسمي، او الايكوز بتاعها بتسمع بتمتص قد ايه للتيشو وبيرجع منها قد ايه رباعها دوت اللي هو الايكوز اللي بيسمع مع البروب عشان ينقل السيجنال في شكل صوره. تمام. على حسب هي في هايبر اوكوليك او هايبر اوكوليك او ان اوكوليك خالص. هايبر اوكوليك يعني هنلاقي ميله للون الايه، ميله للون اللي هو الابيض شويه. هايبو يعني ميله للون الايه، من المحاضره اللي فاتت ميله للون الايه الهايبو جري جري. انا كوك بتبقى بلاك معاكي ميه. تمام. اللي هي امتصت كل الايكوز اللي هي زي مثلا يورين بلادر بتبقى انا كوك، مفيش بتلاقيها كلها بتبقى لونها بلاك. ماشي. هنبتدي النهارده اليورينري سيستم. احنا هنتكلم عن ايه؟ هيهمني من اليورينري سيستم الكدني طبعا، اليوريتر، اليورينري بلادر. وهنركز اكتر في المحاضره عن الكدني وعن اليورينري بلادر. اليوريتر هنقول هو بيظهر في حاله ايه بس. بعد كده اول حاجه هنتكلم عنها الكدني. الكدني بس لازم اكون عارف البوزيشن بتاعها. بعد كده هشوف الاشكال المختلفه بتاعتها فين، في احط البروب فين، وبعد كده هتبني ايه وايه الديسكريبشن بتاع الكدني. اول حاجه قلنا ان هنلاقي ان الكدني ديت ريتروبروتينيال اورجان، يعني موجوده بره البروتينيوم ومتحوطه بأديبوس تيشو. النورمال كدني بلاقيها سيمتريك، يعني الاثنين بيبقوا قد بعض في السايز والشيب. بعد كده هلاقي شكلها في الكب بيبقى لونه ايه، شكلها في الكب هلاقي ان هي اوفال، وفي الدوك بلاقيها بين شيب. في الدوك زي هلاقي ان انا لما اجي ابص على الرايت كدني والليفت كدني مش نفس الليفل اللي انا حط عليه البروب هو اللي هحط عليه الرايت والليفت، لا هنلاقي ان الرايت طالع شويه كرينيري عن الليفت. ماشي. يبقى الرايت كدني طالع كرينيري عن مين؟ عن الليفت كدني. عن الليفت كدني. هو انتوا مش بتعرفوا تدخلوا لوحدكم، لازم اعمل لكم ادميت صح؟ ايوه لازم اعمل لكم. تمام خلاص، بس ادخل زمايلكم اللي واقفين دول. نرجع تاني لحضرتك. قلنا ان الرايت كدني في الدوب بتبقى ايه؟ كرينيال عن الليفت كدني، عشان كده قلت الاتنين مش نفس المستوى. طب الكرينيال لما تطلع كرينيال شويه مين اللي بيبقى جنب الكدني؟ الليفر، وخاصة بيبقى في رينال فوسة موجودة على الكوديت لوب بتاع الليفر، هي بتبقى موجودة في الحتة دي. عشان كده وانا بفحص هلاقي ان في الفحص الليفت كدني سهل ان انا اجيبها، لكن الرايت كدني هتبقى بتاخد معاك مجهود شويه. ليه؟ لان هي بتبقى يعني جنب على طول الكوديت لوب بتاع مين؟ بتاع الليفر. بالنسبه للكات، الكات هلاقيها ان هي صعوبه ان انا اجيب رايت كدني، لا ليه؟ عشان مفصول عن الكوديت لوب بتاع الليفر بايه؟ بأديبوس تيشو. ماشي. بيقول لي ايه بقى؟ في ميجرمنت للنورمال كدني، يعني احنا واحنا بنجيب اي اورجان بيبقى في عندي مسطره كده بقيس بيها بالبريكورسر بتاعي اشوف الاورجان ده السايز بتاعه طبيعي ولا السايز بتاعه مش طبيعي، عشان اقدر احكم ان في ديزيز ولا هي وزن زي نورمال ايه
parameters. اول حاجة بنلاقي ان انا عندي الميجرمنت بتاعت الكيدني في الكاتس، هلاقي ان هي بتبقى اللينس بتاعتها في الكات من 3 لحد 4 سنتي في اللينس. طب الويتس بتاعها، انا لما باجي اخد المقاسات بتاعتي باخد 2 دايمنشن على الاقل، اخد لينس وويتس. طب الويتس بتاعها بيبقى 2 ل 2.8 من 10، ده بالنسبة للكات. طب يا دكتور في القناين هي نفس المقاسات؟ لا، القناين عشان انا عندي بريدز مختلفة وعندي سايز مختلف من الدوك، فطبعا هيبقى فيه فاريشن كبير. فعشان كده في حاجة زي الريشيو كده اتعملت. الريشيو ديت ببقى مثبتة على حاجة فيكسد جوه الحيوان، يعني مثلا ايه اللي فيكسد جوه الحيوان وتبقى متناسبة مع السايز بتاع الحيوان؟ اللمبر فيرتبري اللي 5 أو 6. فبلاقي ان انا باجي اعمل الميجرمنت بتاعتي هو عبارة عن ريشيو اوف الليفت كيدني والرايت كيدني تو اللينس بتاع مين؟ النمبر 5 ولا او 6. تمام، يبقى هو ريشيو للليفت كيدني والرايت كيدني مع مين؟ مع النمبر 6 او النمبر بتاعت ايه؟ نمبر 5. طب الريشيو ده يا دكتور اللي بعد ما بيطلع في رينج قد ايه؟ بيطلع في رينج 1.3 من 10 ل 2.7 من 10. يبقى كده انا الميجرمنت بتاعت الكيدني في القناين كده تبقى مظبوطه. تمام، والكيدني ادام هعمل الترا ساوند على اي اورجان زي الكيدني او البلادر لازم اعمل تو فيو. الفيو اللي هنا بنسميهم ايه؟ ساجيتال، وايه اللي هو ساجيتال سيكشن، وايه وكروس سيكشن. تمام، ليه؟ عشان الساجيتال هيبين لي اجزاء مختلفه، والكروس سيكشن هيبين ايه؟ اجزاء ثانيه مختلفه. دكتور ممكن حته الريشيو؟ الريشيو يا دكتور احنا قلنا ان انا دلوقتي بالنسبه للكاتس كلها بتبقى حجمها صغير، فعشان كده مثبتين الميجرمنت بتاعت الكات. طب بالنسبه للقناين، انا مش عندي توي دوج صغير وعندي جريت دان كبير وعندي بريد بتبقى ضخمه، تمام، فبالتالي انا عندي الكيدني بتاع التوي دوت هتبقى مختلف عن الكيدني بتاع اللارج بريد او الهيوج بريد. فانا اخترت حاجة اناتوميكال ثابتة بالنسبة للحيوان. ايه اللي اناتوميكال ثابت بالنسبة للحيوان؟ اللمبر فيرتبري اللي هي نمبر 5 او نمبر 6. بقارن حجم الكيدني بحجم مين؟ بحجم الفيرتبري اللي موجودة ديت، تمام، اللي هي نمبر 5 او نمبر 6. طب تطلع قد ايه؟ تطلع مثلا الريشيو لما اقارن دوت بدوت هيطلع لي حوالي 1.7 من 10 او 2، تمام، 1.3 من 10 او 2. فهمتي؟ بشوف اللينس بتاع الليفت كيدني مقارنة بالال 5 لمبر فيرتبري كيدني والرايت كيدني مقارنة بال 5، يعني بقارن ده لوحده وده لوحده. هي بالنسبة لك هتبقى ال 5 او ال ايه او ال 6، تمام، على حسب انت مين فيهم اللي هتبقى تحت اللمبر فيرتبري نمبر 5، يعني الرايت هتبقى طبعا اكيد في الفايف، السكس هتبقى تحتها الليفت عشان احنا قلنا ان الرايت مور كرينيال شوية عن الليفت، صح؟ فلما اجي ابص اقارن الريشيو دوت هيطلع لي مثلا ايه؟ ان هي 1.3 لحد 2.7، ديت اكسبتابل ايه ميجرمنت او ريشيو بالنسبة لي. ولما اجي بعد كده اعمل بقى عليها الترا ساوند لازم اعمل ساجيتال سيكشن واعمل ايه؟ كروس سيكشن. هقول الساجيتال سيكشن بيتعمل ازاي. بصوا يا دكاتره، الساجيتال سيكشن احنا بنقيم الحيوان في الالترا ساوند على ايه؟ على الدورسال ايه؟ ريكومبيننس، صح؟ فبنقيم معايا بالطول على الترابيزه. الساجيتال ان انا البروب بتاعي يبقى ماشي مع طول مع طول بطن الحيوان، تمام، يعني ماشي في نفس الايه الاتجاه بتاع ايه الحيوان، يبقى ده كده ساجيتال. طب امتى اعمله كروس؟ لو انا خليت البروب بتاعي بريبندكولار على بطن الحيوان،
يعني بدل ما انا ماشي بالطول لا خليته بالعرض، يبقى ده كده ايه كروس سكشن. طب بالنسبه بقى للساجيتال دوت هيبين لي ايه لما اجي اعمل للكدني؟ هيبين لي الرينر ساينس، هيبين لي المدله، هيبين لي الكورتكس. دي حاجات اقدر اشوفها بايه؟ بالساجيتال سكشن اللي هي الكورتكس والمدله والايه والرينر ساينس. لما اجي ابص على الايكوجينيستي بتاعتي والتدريج بتاع الكدني هلاقي مين اقل حاجه في الايكوجينيك او في الايكوجينيستي؟ المدله اللي هي ايه ناحيه السنتر ديت ايه ذا لوست ايكوجينيك. بعد كده بالتدريج اللي بعدها مين؟ الكورتكس. بعد كده مين؟ الرينال ساينس. بعد كده اخر حاجه الفات اللي هو حواليها بلاقيه هايبر ايكويك، بيبقى لونه وايتش كولوريشن ومع ايه الرينال كبسول كمان. ابص بقى نبص على صوره بالمنظر ده هلاقي ان انا عندي مفيش بريكورسر هنا شاوردوكو بيه. طب بصوا دكتور معلش ممكن تاني اخر سطر في السلايد اللي فات؟ طب ثواني يا دكتور. اخر سطر انا دلوقتي عامله ايه ساجيتال سيكشن، تمام؟ السيجيتال سيكشن ده هيبان لي فيه ايه يا دكتور؟ هيبان لي المدلة وهيبان لي الكورتكس وهيبان لي الرينال ساينس، تمام؟ وحوالين الكدني هلاقي فيه فات ورينال كبسول، ماشي؟ هبص في التدريج بتاعة الايكوجينيستي من الاسود للابيض، ماشي؟ هلاقي اقل حاجة في الايكوجينيستي مين؟ المدلة اللي في النص، تمام؟ اللي هي فيها ايه؟ اللي فيها البلاد فيزلز، وهلاقي فيها ايه؟ هلاقي الكولر بتاعها رايح للبلاكش ديسكولوريشن. بعد كده هلاقي بعدها على طول مين؟ الكورتكس. هلاقيها ايه شويه هايبر اوكويك، تمام؟ بس مش زي الهايبر اوكويك بتاع الليبر. بعد كده المور هايبر اوكويك بلاقي فين؟ في الكبسول بتاعها والفات اللي حواليها. فهمناها كده؟ بالتالي من السنتر من تمام يا دكتور. تمام شكرا. تمام. الصورة موضحة اللي انا بقوله هو. ان انا عندي لو بصينا في الصورة. واضحة كده. هنلاقي ان الرينا المضلة هي اللي انا قلت اقل حاجة في الايكوجينيستي اللي هي البلاكش ديسكولوريشن دوت. وبعد كده الهايبر اوكوك شوية هلاقي مين؟ الرينا الايه؟ الرينا الكورتكس. تمام. وبعد كده هلاقي ايه الرينال كبسول دوت هلاقيه وايت ديسكولوريشن لانه هو كبسول وكونكتيف تيشو، فاي حاجه عارفين ان هي كونكتيف تيشو تبقى هايبر ايكويك. تمام. صوره زي دي ممكن تجيلي في العمل، ممكن يشاور لي على الكورتكس ويقول لي ايه ده، تمام؟ طبيعي ان هيقول لي اسم الاورجان ايه، فانت حضرتك هتحدد ده كدني ولا ليفر ولا سبلين. دكتور ممكن تشاوري وحضرتك بتتكلمي؟ دكتور معلش ممكن تاني علشان اللينك خرجني. تاني من الصورة؟ من اول الصورة دي. من اول الصورة. من السلايد ده. ماشي. دلوقتي احنا عرفنا تدريج الايكوجينيستي بتاعتي من السنتر للبريفري، صح؟ قلت ان انا عندي المدلة في النص اللي هي ايه؟ اللوست ايه؟ ايكوجينيستي اللي هو هايبو اوكويك اللي هي المضله، تمام؟ وبعدها شويه هايبر اوكويك مين؟ الكورتكس. بعد كده مور هايبر اوكويك مين؟ الكبسول بتاعي، عشان الكبسول قلنا عباره عن ايه؟ كونكتيف تيشو، واي حاجه كونكتيف تيشو بنلاقيها هايبر اوكويك رايحه ناحيه الوايتش كولوريشن، تمام؟ بعد كده قلنا صوره زي ديت ممكن تجيلي كده في الامتحان ويحطني مثلا سهم على الكبسول، سهم على الكورتكس، سهم على المضلة، سهم على الرينال بلفس، ماشي؟ ويقول لي الأورجان ده أساسا اسمه إيه؟ ففي ناس ما بتعرفوش بتلخبط بينه وبين أي أورجان تاني، ممكن تكتب ليفر تكتب حاجة مختلفة. فبالتالي هي كاركترستيك أو الكدني بمنظر الرينال كبسول الرينال كورتكس والمضلة،
والبيراميدال شيب اللي انتوا شايفينها دي، شايفين البيراميدال شيب اللي موجود بين الكورت يعني رسمة المظلة جوه الكورتكس دي كده كاركترستيك ان دي كدني ايه. دكتور ممكن حضرتك تشاوري على الصورة؟ انا مش عارفة بالكرسر فين في دوت بصراحة للأسف. دكتور يرينا الفلفس هيبقى لونها عامل ازاي. ثانية واحدة يا دكتورة احاول اعمل لكم بقى سكرين شوت وابعتها واعمل عليه. مش بتعمل. اتفضلي قولي يا دكتورة. رينال بلفس يا دكتور بيبقى هايبر ايكويك ولا انهي بقى في الصورة؟ هو الصوت عامل من عندك كده؟ انا سامع حضرتك كويس. طيب تمام. الرينال بلفس شكله عامل ازاي؟ شايف بيبقى امتداد مين؟ الرينال مدلة. شايفة السام بتاع الرينال بلفس اللي هو الجزء في حتة بلاكش ديسكولوريشن بتوين ايه؟ بتوين اللي هو الهايبر اوكوك ديسكولوريشن دوت. تمام؟ شايفة السهم رايح فين؟ في الحتة الصورة اللي في النص دي. تمام؟ ده كده ايه؟ رينال بلفس. هي الصورة اختفت. هتقدم ايه؟ كنترول. طيب ماشي. Are you sure to want to cover control of presentation? Yes. اي مشكله كده في صوره الكدني يا دكاتره؟ هو احنا بس ما شفناش يا دكتور عشان السم مش مشاور فمش شايفين الرينال بلفس فين اصلا. هايبر ايكويك ولا ايه؟ هايبر ايكويك ولا ايه؟ بصي هو في عندك هايبر ايكويك في اتنين لاين هم هايبر ايكويك. تمام ماشي. تمام انا شايفه في الصوره الاولانيه في خط هايبر ايكو. ماشي ثانيه واحده. شايفه في الصوره الاولانيه في خط ايه هايبر ايكو وشايفه في النص بتاع الاثنين خط اللي هم الهايبر ايكو دول في حاجه في النص هايبر ايكو اللي هو اليورين اللي المفروض موجود في مين؟ في الرينال بلفس. انت متخيله ان ده سيرجيتال سيكشن؟ يعني انا المفروض الكدني هو احنا عندنا مشكله ممكن اعملها زوم. طيب الزوم بيبقى فيه قلم واقدر اخطط لكم فيه اكتر من كده. يا دكتورة يعني هو رينال بلفس نفسه يا دكتور هايبر ايكويك؟ رينال بلفس نفسه هايبر ايكويك عشان جواه يورين. تمام. ومن على الجنبين بنلاقي ايه هايبر ايكويك لان الوول بتاعه اللي هو عبارة عن فايبرز كونكتيف تيشو. انتوا فاكرين منظر رينال بلفس عامل ازاي؟ انت عندك الكدني الكورتكس وبعد كده المدلة بعد كده بيحصل فلتريشن بيخرج لك جوه الرينال بلفس دوت اليورين بعد كده يروح على اليوريتر. تمام. افتكرته. هو يا دكتور ما فيش برزنتيشن معروض ولا عندنا بس كده؟ لا هو البرزنتيشن اتشال فعلا. البرزنتيشن اتشال.
طب بص مش هسألكم في حاجة، احنا كده كده عددنا 76 طالب تمام؟ ممكن استأذنكم نعملها زوم وبعتلكوا دلوقتي بتاع الزوم؟ تمام ماشي تمام يا دكتور، بحيث ان انا اعرف اشاور لكم على الحاجات اللي انا عايز اقولها. ماشي يا دكتور. مساء الخير عليكم يا دكاترة، ان شاء الله هنشرح الكتب دي على قناة اليوتيوب واكتر، هنشرح كمان كورسات متخصصة في الكلينيكال باثولوجي والكارديو وحاجات تانية كتير، تابعوني على قناة اليوتيوب.